le coût du transport, le coût de transport, puis ferry, ferry, 4000 grammes. C'est ce qu'on appelle notre poids, notre sidérémie. C'est notre fer plasmatique. Donc, ne pas confondre le fer plasmatique, malgré le calimoglobine, le fonctionnaire de transport. صحيح جينا بعض مادة البلازما ولا الخروج ما عندوش علاقة بعض واضح ولا ما يمشيش تسحاي الفير بتاع البلازما هو اللي يمشي للروج ما تجيش انا جايز شكون هذا؟ هاي الكارت ديدونتيتي نتاعها سيت اون غليكوبروتين لو بوان تاعها 80 كيلو داتون يقرب للالبومين مش بعيد سي بور سا دون السندروم نيفروتيك اون بير لا ترانسفيرين دون ليزورين الفلتر كيتحل يتحل عليها زاد سي بور سا تي بو بيردو لو فير باسكو تي بيردو لا ترانسفيري بور سا تي بو اوبسيرفي اون انيمي كارونسيي في لي سندروم نيكولوجي شكون يسمعها ترانسفيري لو فوا اونيكمون لو فوا يسانتيتيز لا ترانسفيري هذه الساتوري او تير سا سي نورمال كومون هذه خليكم تحكوا في الاكسبلوراسيون الترانسفيري شو كيفاش تخرج كومون يدي بروتين كومون يدي شنو يدي اسمع أبو ترانسفيرين ستي بروتيين سون فير شنو هما هذو لي شيز ترانسفيرين تخرج افيك دو شيز بور فيكسي كي لو فير زي اليتا فيري او ماكسيموم كومبيان دو دو على دو شيز على دو شيز يا معبيني فيري Et bien, qu'est-ce qu'on a constaté à l'état normal, hein? Les peu salis, là. C'est ça ce que je veux, le bon Dieu. Deux tiers de mes chaises sont vides. Zouz de terre dans les chaises ferrées. C'est naturel, là. Et le tiers, allez au mec. Donc, j'ai une expo. Je vous regarde, je vais me transférer et différer. Je vais faire 10-15%. Pour le prix de monophilie. Pour le prix des chaises vides. Et les traînés dans l'instauré, Inch'Allah, de saturer, cher, le coefficient, c'est ça le coefficient de saturation, CS, le tiers fer. Le coefficient de saturation de la transférine, il est de l'ordre de combien? De 30 à 35%. Attends, pas le tiers. Quand il y a une partie délicate. Donc, un tiers, 30%. Saturée, je crois que la transférine, elle est saturée à 35%. Donc 65%, Kressi. Mais Kressi, elle, on fait bien que Charles Mohamed, il lit quoi? Spécifiquement le fait et rien que le fait. Comment est-ce qu'il est parti à la place là, c'est habile que vous. Eh, voilà, ils arrivent que vous êtes là, ils ont pris. ولا سبقرا جا 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 الى البوين اكو حمال يهز البرايس كل اللي يطلع ويهبط الحديد ولا غير يا كان الحديد تركب ما ركبش يقعد في الريق دونك سي ان ترونسبورتور سبيسيفيك دو دو فير وما يشدو كان ان ايتا زاده في الريق كانت بدون يفرم ما ناكلوش ترانسفيرين ماتراك مو كاين في ريك في روما نوا خويا برا شوف شكون ينحي لك كرتوش كي جاب انا مش هي تنحي كرتوش خويا جا اركب اركب في ريك كرتوش كرتوش قبل بيها على الغريب ما هي فما فما لي بروتين جي بعد الفير في الديبور دو سورتي نتاعو ديجستيف ولا من الماكروفاج اون اوكسيداز كي اللي داخل الكترون عندي تقولوا فيه كل واحد اطلع طبعا يمشي في الدم تعرفوا شو تعرفوها الموليكيول تعرفوها الاخرى ما تعرفوهاش اما هذه تعرفوها لا مش فيريتين اللي هي تخلي الفيل يخرج ويلصق على الترانسفيري حرف لوميني بالسي وفي وسط الحرف فما بي سيريليو بلازمين سيريليو بلازمين نحي الفير فير يبدا فير لو نحي له الالكترون طبعا شكون يقبلوا عليها الكويبر ما فيه الكويبر الكويبر يتعدى من سي او دو بلوس سي او بلوس
من كويبريك لكويبريك. فما فيش جو دو بالانس. دونك سي لا سيلول ولا زبيد. دونك لي سولتي دو فير من لي توت لي سيلول يلزمو يخضع للاكسيون اوكسيدازيد دو لا كوا دو لا سيلول بلازمين بور كو لو فير دو بيان فيري. Pour qu'il soit apte à être fixé par la transmembrane. Illa fi organ muhim jiddan l'action hadiya mahesh bach ta'mel la cellulioplasme li hiya c'est un gène autosomique dominant chromosome 3 cellulioplasme chromosome 3 tout le reste on se retrouve sur les macrophages. فير يزمو سيلو بلازمين شنو واش تعمل؟ فير شنو؟ إلا توب ديجيستي. الفير دونك يروسي شفتو؟ هذا البول شنو؟ هذا مش الدولة اللي مطيع خاتم مش يقول لابوني في السورتي للدم. كومون يدير الفير؟ يجي إلا بريزونت وني لا سيلو اف او دو بلوس خاطر يدخل اف او دو بلوس. فوالا ترانسفيرين حاب تاخذ كيفاش بتاخذ؟ لازم تحاول شكون يحاولوا؟ اون اوتر اوكسيداز سماوها فير اون سيريلو بلازمين لايك من الاول ما يعرفوش يكتشفوها عمل فين تطلع وحيده اخرى اسمها هيفاستين. هيفاستين طلع الجين نتاعها في موجود يبقى شويه. شكون يعملوا زوز بيه كل ما بعضهم هيفاستين اكتشفوها كيفاش ما ينسوش سماوها طلع 6 linked anemia anemidiosis yes DLX دونك موجود على كروموزوم اكس اللي ماسكين هي تيجو لو رول في الاوكسيدازيك دو فو اللي باش يخرج من التوب ديجستيف ويمشي في الدم اكس دونك سي ديفيرون مي يجو لو ميم رول باش الفو يوري في لي فاسي با لا سيريلو بلازمي فرق لحرى الكروموزوم اوتوزوميك والاخرى ديو 6 مي هذاك علاش يبقوا فما عباد انيميك وهما لا معناها سي دي فور مثلا اكس كريك مش اكس اكس كيما لي موفيلي ايه هذا هو حفظوا ماشي حفظوا منيش سي دي اف هي ترانسفيري لون غرام فور 25 علاش 25 لا في ديمونستاسيون علاش 25 جيست بور افوار عليه سنة ساعة خليفهم هذه راهي المشكلة فيها أبدية سيتي هيك شنية إذا كنت في موان ساعة كي كلوندور شنية سكر حمد شنو كي كلوندور شنية هي ساعة ستين كلوندور هي ستر يبيو مفير ديو نحكيه وهي راهي متعلقة بالحديد ديو راهي دونك لي ميكرومون لهوما شنو؟ جو بي تدوني ميكرومون بارليت ميكرومون دو كوا؟ الفيه ديو مور واحد ما عندهم ايدونتيتي. Est-ce que les bombes les micromoles de fer aujourd'hui font dedans? Là, voilà la toile ici du limi. Mais ici du limi, elle est malchée. Et c'est une notion virtuelle, chérie. Ne crée plus rouge et de gris si le goût de terre est louage. Allez on le fait. D'accord. Ne demande. Là on va garder aussi. Mais elle est omniti. Un jour, le gris si le goût, on a le pied. اسمها كاباسيتي توتال دو فيكساسيون خويا معروف شكون هي سلفير هي ترانسفيري هكا ولا لا هذاك معروف زاد لا هذاك نوسيون ما تخلاش مسمى نجمو بادلي 35 38 بالبري مش تصبها معلومه نجم تجي في اكزاسيس انت تكلكلها مش انت مراسك كيفاش تكلكلها كوفيسيون سي دي بي كومون لو كوفيسيون مراسك كيك قولا ديالك دونك كوفيسيون C'est quelque chose qui n'a pas d'unité, allez. Parce que c'est la sidérémie ou la fer plasmatique réelle, sur CTF. Donc, c'est le nombre de molécules de fer réellement fixées. Sur quoi? Sur la transfunie, sur la totalité éventuée du fer saturant. Quoi? Tous les sites. Tous les sites possibles. Donc elle dépend de quoi en fait le CDF. Elle dépend de la molécule transférée. Quand il y a des gens qui ont une carte transférée, donc on a des gens qui ont une carte à faire. À qui est-ce?
يعني تقول لي خاطرش عندك من كعبه ترانسفيري؟ نعطيك الكراسي. إيه فوالا في الكراسي. كل كرسي هي كعبه. هي كعبه. هي انا نخرج بها كعبه. نحب نعطيك كل شيء. من هون جات النومبر دو مون ترانسفيري اللي بونديرا على البوا موليكولير نتاعي. 80 80 كيلو داتون. انا نحب الميكرومور، قداش الميكرومور؟ بيسكو هذيا اون مور. 10 6. النومبر دو ميكرومور دو ترانسفيري هذي مور. هذيا ميكرومور 10 6. 10 6. النومبر دو ميكرومور دو فير ساتوران ايسي الكل. شكون هو هذا؟ النومبر دو ميكرومور فوا فوا دو. 10 6 sur 88, c'est combien? 12,5 fois 2. Et la démonstration, à l'échelle CTF, plutôt que la concentration pondérale de la transféline en grammes par litre, bien sûr, en grammes par litre, 80 000 grammes, 80 000 kilos d'atomes, 80 000 en grammes. Pour du réserve, comme vous voyez. دونك قبل ما نتعدي الانسة هذيا في اللي ممكن ما تروس وقت اللي تبدا لانونس تاع الشيرشارج تاع جاي الشيرشارج معناها الحديد بدا يطلع وفما دي ديريك نومو جينيتيك اللي الحديد يطلع يطلع يبدا يطلع يطلع اول كونترول من العلامات اللي لازم تلقيها اللي ممكن ما تروس باش تبدا باش تلقى لك ايتي قبل ما نوصلوا للفيريدين باش تطلع كوفيسيون ساتوراسيون يبدا تعرف شنو هو كوفيسيون ساتوراسيون سكيفيميا خويا شنو نعمل Ça devient. Ça commence. Alors, tu commences très, tu marches, tu as liberté. On est en déficit libre. Mais tu sais, il y a des réactions. Donc, il y a des risques, il y a des risques, il y a des risques, il y a des risques. C'est que tu es sur le charge. Il est là, à droite, à nous, non ? Caution 100%. Ah là là, je n'aime rien, mais bon. FNLD. Le fer non lié à la transférine. FNLD. Fer non lié à la transférine. إذا طقت كلمة FNLD أعرف راهي باش تكلم عنها. ظهور FNLD. ظهور du fer non lié à la transférine. هذه من علامات الساعة. حبيت نرجع لكي ساتوراسيون. دونك شفتوا le bon Dieu, non, là, je le bon Dieu. خلي البوتي فيرجي مش فردي ياسر خايف علينا من الحديد عطاك مارش عطاك عوين مش نجم تجيلي ميكسي خاطر سينو كان خليك قد خبش سي تو تشوف ليه كما حكيت الريبيلاسيون في لونتري مش كيف كيف خاطر فير يدخل على كل سيليم شو يعمل؟ ندخل شكون هذا اللي يدق البيت؟ لو فير لي على ترانسفيرين ياخذ بيرميسيون. السيلو تعطي تربط بين خاطر السيلو تخاف كي تدخل فير زيري تنجم مكير عليهم بعض ما عندهم يدخل. دونك فما بروتكسيون من الاول خويا دق البيت ومقت ما يدخلش يبدا مجدول على الدمين يبدا ما يدخلش دونك لو فير لي على البني بارد يدخل من غير بيرميسيون وين يمسي بينما يدخل كل يوم سيكسكيوز دونك لا بروتيكسيون دو لا سيلول دوا لي ماتش اسيري وقت اللي فير موجي ترانسفيري ستوكاج شكون لي باتوسيت لي ماكروفاج ستوك لو فير وي موليكول سبيسيال اسمها كوا شو اسمها فيريتين فيريتين سيدوزوين كل توا ولكن توت لي سيلول سون كابابل دو سانتيتيزي لا فيريتين فرق وين انو لي باتوسيت لوسكي سانتيتيز لا فيريتين بور ستوكي لو فير باش يضوي على توت لي سيلول كيما الجلوكوجين
لوسك يستوب الجلوكوجين باش السكر يمتع به توت لي سيلول في بيريود دو جون. السيلول تعمل شويه فيريتين بروحها باش نوع اتقاء شر شويه فيرونكسين خل باش ما يعملش مشاكل. هكا هو مش باش توزع على العباد ليه بدونها نتاعها. اما الفوا والماكروفاج يعبيها كي يلقى كي يعبي في وسط وين؟ في الكوكسونترال دو لافيريتين في وسط الفيريتين. سي لا و تي با ستوكي لو فير. كومون تي با لو ستوكي؟ اليتا كوا؟ كيفاش؟ بار غراس ا سوزونيتي اتش اي. دونك لافيريتين متكونه من 24 سوزونيتي كيما الريون تاع بسكليت اتش اي. الهاشيه الحمراء 21 كيلو دالتون والايد هي تسمى هيفي لايت. زينا دو جين ديفيرون في بالك لا فوا لا شين هاش هي اللي كي فاجوي دو رول كوا جي اف دو بلوس السيلول اوكسيدونت هاد باوكسيدي لو في لا شين هاش هي يتعدى بين لي ريون سيلول اوكسيداسيون يباسرا اون فيريك في الوسط الكو سي امور كوا كيما في ترانسفيرين لا تحل تبل الكربوش الناحي يقعد رايق على روحه وقع الى حين يبعثوا نهار معايا كي تحب عائلتك بيك حاجه بيك باش ترجع تخرج تخرجك من هون ونعيط شكون الليكتور هو اللي باش يعطيك الكترون ترجع تخرج في الريب باش تخرج مره لا الليكتور مش ليه دوتر اجون كيما الفيتامين سي لي اجون الليكتور على راسهم الاسيد اسكوربيك سيمون هيك علاش ما نجمش نقول لك لو بوا نتاعها الفيتين فيكس علاش؟ حسب باش تحط هما 24 17 7 15 9 12 12 وسهلين كونتر هاشي اي سو دونت اون اي سور لا فيريتين دي سون كومون اي لي كوم دوز لا فيريتين بلازماتيك لا فيريتين هل في الدم ولا كومون اي لي لا فيريتين 24 اي زرق الكل علاش؟ سي كوا الفيريتين دون الفيريتين دو سون ولو الكونتيتي عالية لا هون ان ان يا با دو فير دون الفيريتين دون سون سا سي دون السيلول الفيريتين كي سيركول دون سون ما ستوك با الفيريتين ستوك الشير اما كوا الغفلات كوا لي تالستو وقت اللي لي با دو سيل مش ديما سون دي واحد معاك كونغول معناها في الدور في العادية وقت اللي ستوك باين على كل كوك معبية خرج لك اللي بدو سي انفينيتين سينيال خد لك سبرا عندي ميستر دو فير دون ما فينيتين سي بو سا الغفلات ان بو على كل ميكروغرام دو فينيتين كي سيركول اون ميكروغرام سي ا بو بخي 10 غرام دو فير واللي هذا 100 ميكرو غرام دو فيريتين سي كومبيان؟ سي 1 غرام دو ستوك، اون افون لو بوك ستوكا سي 1 غرام، 1 غرام ايدي. 100 يتسمى فالور بي 100 ميكرو غرام دو فيريتين. دونك سي سي الغفلات، مي سي با البروتين اللي خارجه بالحديد نتاعها، خد بالك. لا فيريتين دو سون، فوالا. سي غفلتي، سي لو غفلي دو تي ريزيرف، مي فيت تريز اتونسيون، في هذه هي اللاقة شبدتها. Si la ferritine est normale dans le sang, ce n'est pas une garantie que vous n'ayez pas une carence. Pourquoi? Parce que la ferritine peut être exprimée mouche baalika avec les stocks de fer. Baalika avec l'inflammation. Parce que la ferritine, c'est une protéine positive de l'inflammation comme la CRP. Vous voyez là, il y a une chose qui m'enseigne le syndrome d'activation macrophagie, la triglycéride. الفيريتين تطلع تولي 2000 2000 تصحيح واحد معبي بالحديد يقول لي هذيك ديشينمون يتيح الماكروفاج يعمل في ترانسكريبسيون نتاع لايرين ميساجير نتاع الفيريتين على بعض وما عنده حتى عليه طاش عنده حديد سي اون ديريبلمون ديكسيتاسيون سي اون بروتين كوا الفيريتين بوزيتيف معناها كي فما انفلاماسيون والفيريتين نورمال Rod Bell, tu ne peux pas exclure quoi? La carence martiale. Tu ne peux pas. Elle a tout été en train de se faire. C'est ma tour. Mais c'est ça le dogme. Manière. Par contre, il a la féritine et les basses. Dans le cas de l'oubli, il a fait le malin qu'il y a nous.
ان فو بوزيتيف انفيريتين نورمال لي فوسمون نورمال مش معليك في الستوك دو فيغ بار كونتر سي لا فيريتين مي لي باس ما فما حتى شيء هبط الفيريتين كان كارونس هذه ما فما حتى حد يكون على الليست تمام اوني سيور كي فوزي كارونس سا سي سيغتان مي افوار انفيريتين مي نورمال نيكس بو با لا كارونس هذا سيرتو في كونتكست دو كوا بيسيو مش متوقع كل واحد يجيني في الدين اربعه وقول طبعا طبعا ده عندي كونتكست انفلاماتوار مالادي انفلاماتوار باثولوجي كروني لوبوس ترجمه كريتين مي نورمال معناها نحطه سوفيت خذ اعملوا فيريتين نورمال نورمال ما تخافش عليها هذيك فيريتين تبع انفلاماسيون مش تبع السكر واضح نعملوا حاجه اخرى فما ان اوتر ستيغمات يسيرتي في لا كارونس اقوى من الفيريتين في السيتياسيون اللي بديت